قالوا لنا إننا نجرح مشاعرهم حينما نقول إنهم يسبون الصحابة. نعم. والآن يعني حاولنا جاهدين أن نأتي بشيء ليس فيه قبح في الكلمة، بشيء ليس فيه إساءة لا نود أن ترى على شاشتنا، فكان أخف ما يمكن أن نسوقه لإخواننا ما سيذاع الآن من واحد يتحدث في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نشاهد شيخنا ثم نعلق على ما نرى وننتظر من يقول إنكم تجرحون مشاعرنا بعد ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها، كانت من الأخ مشاكس، يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ يخرب بيوتكم، أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت. يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة، ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق الى اربعة، علي منهم هكذا يقول النبي ثلاث مرات، يكرر علي وسلمان وعمار وبلاد، ما عدوش. على فكر علي اللي معدود عندهم مش علي التانك بتاعهم، هم مش التانك بتاعنا بيمسكوا رقم اربعة، لا ده امامنا رقم واحد مكرر مش رقم اثنين، يعني محمد واحد. وعلي واحد مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم. الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب. ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. وقال لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل. والله الذي لا اله الا ما حصل. كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة؟ طب الزريبة هم دخلوها، طب الجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوع؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيل السودا اللي جاي. عمر في الجنة، يخرب بيته. يخرب بيته في الجنة ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع. مش ينفع خالص. زي بعض. طيب. عثمان. عثمان في الجنة. يخرب بيتك يا عثمان ومت الاجابة. عثمان. عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها وعلي في الجنة. وسعد ابن ابي وقاص في الجنة. لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة. وطلحة والزبير في الجنة. هذه المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة. الله يلعنهم وعشرتهم. نعم. كل المشاكل ذلك. نعم. اللهم إنا نعتذر إليك، نعتذر إليك. ما يعني ما كنا نريد أن نذيع مثل هذه الأمور، ولكن هي مجرد إشارات، وعقلاء الشيعة عليهم أن يستمعوا إلى ما قال وأن يحكم. وأعود إلى شيخي، ما رأيكم؟ والله يعني أنا أقول يعني هذا الكلام يعني ما قاله اليهود والنصارى، يعني حتى النصارى لما ذكروا أعظم 100 شخصية ذكرت عمر معها، يعني وكل الناس كافرهم ومسلمهم
يعرف من هو عمر ومن هو أبو بكر ومن هو عثمان، طيب، وبقية العشرة. الحقيقة يعني أنا أتصور أن هذا تكسب، يعني هو يتكسب بإطلاق مثال هذه الكلمات أن يضحكهم أو أنه يعني يهيب مشاعرهم أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن أقول يبقى الحق حقا، وهذا الهراء يعني هو بال عليهم يعني في سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حقيقة يعني أريد أن أسأل سؤالا، يعني هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هل سبب أبا جهل أو أبا لهب أو فرعون بقدر ما يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الكتاب شيخنا من القلب إلى القلب ذكرتم قصة من في هذا الصدد، أنكم سألتم شيعيا ذات مرة كم مرة لعن سيدنا عمر في فقال كل في الخلاء. نعم، لا الخلاء هذه أخرى. نعم، لكن أنا سألته كم مرة سببت عمر. نعم، فقال يمكن كل يوم أسب عمر. نعم، إن كأنه ورد عندهم، وكثير من العلماء ينصون أن هذا ورد عندهم. فسألته قلت له كم مرة سببت فرعون، فسكت ثم قال والله ما أذكر في حياتي أني سببته. يعني تصور أن الشيطان سول لهم وأملى لهم. فما أستطيع أن أقول لينسى الله العافية، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة العقل. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأنا أعلم علم اليقين أن الله جل وعلا إن مات هذا الشخص وأمثاله على مثل هذه العقيدة فإن الله لا يجمعه مع هؤلاء العشرة في مكان واحد أبدا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا.